واستكمالا برضو للاخبار، اخبار الصالات، عندنا امبارح تاهل الفريق الاول لكره يد سيدات بالنادي الاهلي للدور نصف النهائي. كنا بنتابع حضراتكم بقالنا كام يوم هذه البطوله، بنتكلم بطوله كاس الكؤوس الافريقيه اللي بيستضيفها النادي الاهلي، حاجه يعني على اعلى مستوى فعلا. وتغلب الاهلي على مكنان التونسي بنتيجه كبيره، كانت برضو 31-22 في الدور ربع النهائي للبطوله عشان يتاهل بقى لنصف النهائي للمره كام هنا الثالثه في تاريخه. طيب هذا الانجاز لو احنا اتكلمنا عنه يا كريم، الانجاز ده ليه احنا فرحانين وليه بنتابعه ماتش بماتش؟ لان هو انجاز لم يتحقق من 30 سنه. فحضراتكم شايفين قد ايه التطوير واصل لبعض الرياضات، انت بتتكلم غايبه عنك البطولات بتاعتها او بطوله ما فيها من 30 سنه بتعود ليك مره تانية. فحاجه يا كريم لا لازم ان انت تقف عندها ولازم تتامل شويه الكواليس اللي وراها، مش فكره بس بطوله بتحصل عليها، لا في شغل على الارض بيتم بشكل كبير. فده اللي احنا بنقول له تحية كبيرة، بنقول له مزيد من التألق، وبنقول له إن شاء الله بطولات يعني كتيرة تضاف لتاريخ، ومش بس تاريخ يا كريم، دولاب بطولات النادي الأهلي اللي احنا بنحاول دلوقتي والله نشوف أماكن نبني فيها تاني يعني دواليب عشان تساع كم الأدرع اللي احنا بنحصل عليها في الرياضات المختلفة. وأنا مش ببالغ حضراتكم يعني أعضاء في النادي الأهلي اللي بيسمعني دلوقتي، احنا عايزين نعمل زي جزء أو فرع كامل للبطولات، فرع ولو صغير بس للبطولات. ما الحمد لله رب العالمين، يعني حاجة تدعو للفخر. ومش في كرة القدم بس، بتكلم في رياضات متعددة، وكمان رياضات زي ما احنا بنتكلم دلوقتي غايبة عنها البطولة أو بطولة ما من 30 سنة. فأعتقد ده شيء محترم جدا. طبعا.